السلام عليكم أيها التلاميذ الأعزاء، معكم يوسف دلال من خلال الشاشة المتميزة جوكومينيك تي في الخاصة بمادة الرياضيات للجذوع المشتركة للتعليم الثانوي وتأهيل جذع العلوم وجذع التكنولوجيا، رؤية أخرى زاوية أخرى من مادة الرياضيات للمراجعة. إليكم تتم الدرس الترتيب والعمليات في المجموعة R، مجموعة الأعداد الحقيقية. الآن سوف نتطرق إلى المجالات والتأطير. المجالات والتأطير، إذن المجالات لدينا هنا لدينا نوعين، المجالات المحدودة والمجالات الغير محدودة. كيف ذلك؟ المجالات ليكون أ و ب عددين حقيقيين بحيث أ أصغر قطعا من ب، أ أصغر قطعا من ب، ندرج في الجدولين التاليين جميع أنواع المجالات وتمثيلها على المستقيم العددي، إذن بشرط أن أ أصغر من أصغر قطعا من ب. انتبهوا جيدا، المجالات المحدودة هذا كمثال، أ أصغر قطعا من ب كمثال. المجالات المحدودة لدينا المجال أبي، المجال أبي يقرأ المجال مغلق أبي، يقرأ هكذا المجال مغلق أبي أو القطعة أبي. المتفاوتة هي كالتالي، أ أصغر أو تساوي X، أصغر أو يساوي ب، إذن إكس يكون محصور ما بين أ و ب. هذا المجال هذا يقرأ على الشكل التالي، يا إما مجال مغلق أبي أو قطعة أبي. تمثيل على المستقيم العددي يكون على شكل قطعة. المجال الثاني يقرأ على الشكل التالي، مجال مفتوح من جهة أ ومغلق من جهة ب، مجال مفتوح من جهة أ ومغلق من جهة ب. متفاوتة تكون على الشكل التالي، أ أصغر قطعا من إكس، دائما المجال المفتوح يكون أصغر قطعا من أصغر قطعا، أ أصغر قطعا من إكس وإكس أصغر أو يساوي ب. إذن تمثيل المستقيم العددي يكون على الشكل التالي، مفتوح من جهة أ ومغلق من جهة ب. العكس تماما في المجال الثالث، مغلق من جهة أ ومفتوح من جهة ب. المتفاوت يكون على الشكل التالي، أ أصغر من أو يساوي إكس أصغر قطعا من ب. تمثيل على المستقيم العددي يكون عكس تمثيل السابق، لاحظوا جيدا، مغلق من جهة أ ومفتوح من جهة ب. العكس المجال الثاني، مفتوح من جهة أ ومغلق من جهة ب. إذن في الأخير لدينا المجال مفتوح من جهتين، يقرأ مجال مفتوح أب، يقرأ المجال المفتوح أب، والشكل الثاني متفاوت يكون على الشكل الثاني، أ أصغر قطعا من إكس وإكس أصغر قطعا من ب. تمثيل على المستقيم العددي يكون مفتوح من جهتين، من أ و ب، طرفين أ و ب. إذن كإعادة، المجال الأول هو مجال مغلق أب أو ما يسمى بالقطعة أب، دائما المتفاوت يكون على الشكل التالي، أ أصغر من أو يساوي إكس وإكس أصغر من أو تساوي ب، وتمثيله على المستقيم العددي يكون مغلق من جهتين، دائما المجال مغلق تستعمله في هذه الحالة أصغر من أو يساوي. المجال الرابع مجال مفتوح من مجال مفتوح أب، تكون متفاوتة على الشكل التالي، أ أصغر قطعا من إكس وإكس أصغر قطعا من ب، ويكون مفتوح من جهتين في التمثيل على المستقيم العددي. في المجال الثاني والمجال الثالث عكس تماما، يكون مفتوح من أ، وفي المجال الثالث يكون مفتوح من جهة ب. إذن أ أصغر قطعا من إكس أصغر من أو يساوي ب، و أ أكبر من أصغر من pardon أ أصغر من أو يساوي إكس أصغر قطعا من ب. دائما المجال المفتوح يكون أصغر قطعا، دائما المجال المغلق يكون أصغر من أو يساوي.
مزيان. اذا المجال المغلق يقرا على الشكل التالي، المجال المغلق ا بي او القطعه ا بي، واذا كان مفتوح يقرا على الشكل التالي، المجال مفتوح من ا و بي، من جهه ا الاخر من جهه بي. ذا المجالات الغير محدوده لدينا اربع مجالات. اولا المصطلحات، الرمزان زائد لا نهايه وناقص لا نهايه ليس بعددين، فهمتم؟ زائد لا نهايه وناقص لي وناقص لا نهايه ليس بعددين، زائد لا نهايه. إذن هذاك الرمز تقرا زائد لا نهايه، والرمز الاخر يقرا ناقص لا نهايه. مثلا لدينا مجالات، المجال الاول كيف يقرا هذا المجال؟ لاحظوا جيدا، المجال بي، مجال هو بي زائد اللانهاية مفتوح من بي. بالنسبة للمجال الثاني كيف يقرأ؟ لاحظوا جيدا، المجال بي زائد اللانهاية مغلق من بي. المجال الثالث، المجال ناقص لانهاية أ مغلق من جهة أ. والمجال الأخير كيف يقرأ؟ لاحظوا جيدا، المجال ناقص لا نهاية أ مفتوح من أ. هذه القراءة الصحيحة للمجالات. إليكم الآن المتفاوتات. بالنسبة للمجال الأول المتفاوتة هي كالتالي، إكس أكبر قطعا من بي، إكس أكبر قطعا من بي، إكس لا تساوي بي، بالعكس إكس أكبر قطعا من بي، بمعنى جميع القيم تتخذها إكس أكبر من العدد بي. بالنسبة للمجال الثاني، مجال بي زائد لا نهاية مغلق من بي، لدينا المتفاوت التالية، إكس أكبر أو يساوي، إكس أكبر أو يساوي بي، مغلوق من جهة بي، معنى إكس ممكن تاخذ القيمة ديال بي وممكن تاخذ القيم الكبرى ديال القيم أكبر من بي. في المجال الثالث ناقص لا نهاية أ لدينا المتفاوتة، إكس أصغر أو يساوي أ، ممكن ياخذ إكس ممكن تاخذ القيمة ديال أ أو القيم الكبرى من أ. داكوغ، ناقص المجال ناقص لا نهاية أ مفتوح من أ يكتب على الشكل التالي، إكس أصغر قطعا من أ، معناه أن إكس ما تتاخذش القيمة ديال أ، تتاخذ الأقل قيمة من أ، إذن إكس أصغر قطعا من أ. إذن تعطير عدد حقيقي ليكن إكس عددا حقيقيا، تعريف ليكن إكس عددا حقيقيا، تعطير عدد إكس يعني إيجاد عددين حقيقيين أ و بي مع أ أصغر قطعا من بي، بحيث إكس لدينا متفاوتات، بحيث إكس تكون محصومة بين أ و بي، أ أكبر من أو يساوي إكس و إكس أكبر أصغر من pardon أ أصغر من أو يساوي إكس و إكس أصغر من يساوي بي، أو أ أصغر أو يساوي إكس أو إكس أصغر قطعا من بي، أو أ أصغر قطعا من إكس و إكس أصغر من أو يساوي بي، وفي الأخير أ أصغر قطعا من إكس و إكس أصغر قطعا من بي. هناك مجالات للعدد الحقيقي الموجب قطعا بي ناقص أ، بي ناقص أ يسمى سعة التعطير، للعدد الحقيقي الموجب قطعا بي ناقص أ يسمى سعة التعطير، والعددين أو بي هما محددات التعطير. انتبهوا جيدا للتعريف، العدد الحقيقي الموجب قطعا بي ناقص أ يسمى سعة التعطير، والعددين أو بي هما محددات التعطير. سوف نلجأ لهم في التمارين. إذن لدينا تمرينين تطبيقيين، تعطير والعمليات ألف واحد واثنان. بالنسبة للتعطير والعمليات في التمرين الأول، لدينا تحقق من أن 14 أس 2 أو 14 مربع أصغر
قطعا من 200 و200 أصغر قطعا من 15 مربع، أي 200 محصورة ما بين 14 مربع و15 مربع. يجب عليكم أن تتحققوا من هذه المسألة، ثم استنتج أن جد مربع 2 محصور ما بين 1.4 و1.5 بنفس الطريقة، أو جئ تعطيل عدد جد مربع 5 مع اتباع نفس مثال جد مربع 2، واستنتج تعطيل عددين المجموع الجمع ديال جد مربع 2 زائد جد مربع 5، ثم الجداء جد مربع 2 في جد مربع 5 يساوي جد مربع 10. إذن استوعبوا جيدا وقوموا بإنجاز التمرين. تأطير العمليات، ليكون X عنصرا، ثانيا ليكون X عنصرا من مجال مفتوح، مجال 1 و2 و1 مفتوح من جهتين، نضع A تساوي X على X زائد 2. حدد تأطير، حدد ماذا؟ تأطير العدد X زائد 2، ثم استنتج تأطير العدد A محددا ساعته، وتحقق من أن في السؤال الثاني تحقق من أن A تساوي 1 ناقص 2 على X زائد 2، وحدد تعطيل العدد A ساعته 2 على 15. إذن عليكم التطبيقات، التمارين التطبيقية باش تفهموا الدرس ديال الترتيب والعمليات خصوصا المجالات والتأطير. الآن إليكم فيديو يوضح كيفية إنجاز التمرين الأول، التأطير والعمليات.
والآن إليكم الفيديو يوضح إنجاز تمرين التأطير والعمليات ثانياً.
إذا الحمد لله لقد استوفينا وقد فهمنا جيدا المجالات والتأطير. ما عليكم غير ديروا عدة تمارين تطبيقية لكي تفهموا جيدا، هذا كبداية كمساعدة كبداية للفهم. داكوغ، إذا الهدف من هذا الأنشطة التي تقوموا بها في هذه القناة المتميزة جيكومينيك تي في هو أنكم ديروا ثقتكم في مادة الرياضيات وكيفية إنجاز التمارين والفهم الجيد ديال هذه الدروس المتعلقة بالجذوع المشتركة، جذع العلوم وجذع التكنولوجيا. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله. سوف نتطرق في الحلقة القادمة سوف نتطرق إلى القيمة المطلقة وخاصيتها. القيمة المطلقة وخاصيتها، القيمة المطلقة لعدد حقيقي. الصفحة 56 في رحاب، عندهم مطبوعة عارفين في رحاب الرياضيات لجذوع المشتركة للتعليم الثانوي التأهيلي جذع العلوم وجذع التكنولوجيا. إلى اللقاء. كان معكم يوسف دلال من خلال الشاشة المتميزة جيكومينيك تي في الخاصة بمادة الرياضيات الثانوي.